هو مات ازاي؟ مراته الجديده قتلته. قتلته ليه دي؟ عشان تورثه طبعا، ما كفاهاش المهر اللي قلبته له. سحر عبد المجيد مرات المرحوم حسين نصحي. خلاص هو حر، بس لو اداني شغل في القضيه دي انا كمان من حياه ارفض. كل الادله ضدها، كل الشهود اكدوا ان محدش غريب دخل او خرج ليلتها، هي الوحيده اللي كانت بايته في الفيلا من اول يوم. هو بيعاملني على اني داخله على طمع، ده انا حتى اتكسفت اطلب من حسين ان احنا نعيش لوحدنا، لا يفتكرني عايزه ابعده عن ولاده. يجي في الاخر حته عيل زيك يهد ده كله؟ ما تخيلتش انه ممكن يسيب شغله عشان خاطر واحده ست. باين انك خايف تحب تاني، بتفرمل نفسك قبل ما حد يقرب منك او تتعلق بيه. ملاك اسكندرية، رابع أيام العيد، الواحدة ظهرا على قناة مصر الأولى.